ما الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص؟ قالوا الفرق الأول، العام المراد به الخصوص عمومه غير مراد، غير مراد من أول الأمر، لا من جهة تناول اللفظ، لا من جهة اللفظ ولا من جهة الإيه؟ ولا من جهة الحكم. أما العام المخصوص فعمومه كان مرادا، كان مرادا من أول الأمر، عمومه كان مرادا من أول الأمر، فالعموم مراد من جهة اللفظ لكن من جهة الحكم غير مراد. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن العام المراد به الخصوص هو مجاز، العام المراد به الخصوص مجاز، لأن اللفظ فنادته الملائكة، اللفظ عام لكن ليس المراد كل الملائكة حتى يكون المراد حقيقة اللفظ، وإنما المراد إيه؟ فرد من أفراد هذا العام، فهو من باب مجاز، من باب إطلاق الكل وإرادة الإيه؟ وإرادة الجزء. أما العام المخصوص هو من قبيل الحقيقة، عندما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فمن أول الأمر ومن جهة اللفظ كان المراد أن كل مطلقة تتربص، ثم جاء التخصيص بعد ذلك. وهذا هو الفرق الثاني. يبقى الفرق الأول أن العام المراد به الخصوص، العام المراد به الخصوص عمومه غير مراد من أول الأمر، أما العام المخصوص فعمومه مراد، عمومه مراد. اثنين، العام المراد به الخصوص مجاز، العام المخصوص حقيقة. ثلاثة، العام المراد به الخصوص قرينته عقلية، العام المراد العام المخصوص قرينته لفظية، قرينته عقلية يعني العقل يقول يستحيل أن يكون المراد أن كل الملائكة نادت زكريا عليه السلام، وأن يكون القائل هو كل الناس، العقل يمنع ذلك. أما العام المخصوص فقرينته لفظية، يعني والمطلقات يتربصن، جاء التخصيص، جاء المخصص في آيات في آيات أخرى. العام المراد به الخصوص قرينته متصلة به لا تنفك عنه، متصلة به لا تنفك عنه. أما العام المخصوص فقرينته قد تنفصل عنه وتأتي في صور في صور أخرى. ومن هنا لابد أن ندرس وأن نتناول موضوعا مهما، وهو تخصيص العام، ونعني به العام المخصوص، يعني العام الذي ورد بلفظ العام، اللفظ الذي ورد بلفظ العام وجاءت مخصصاته فيما بعد. تخصيص العام، ما معنى تخصيص العام؟ تخصيص العام هو قصر العام على بعض أفراده، قصر الحكم العام على بعض إيه؟ على بعض أفراده لقرينة، أي لدليل، لقرينة لدليل أفاد أن هذا العام ليس المراد به العموم، وإنما المراد به بعض الإيه؟ بعض الأفراد. وهذا الدليل يسمى مخصص، وهذا المخصص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. المخصص المتصل هو الذي لم يفصل بينه وبين العام بفاصل، يعني يأتي في نفس السياق، يأتي في نفس السياق الذي ورد به اللفظ الإيه؟ اللفظ العام. والمخصص المنفصل هو الذي فصل بينه وبين العام بإيه؟ بفاصل، يعني جاء العام في آية وفي سورة، وجاء المخصص في آية وفي سورة إيه؟ وفي سورة أخرى. المخصصات المتصلة على خمسة أنواع. النوع الأول الاستثناء، ومعنى الاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو بإحدى أخواتها. مثال ذلك، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقول إن الإنسان لفي خسر أفاد حكما عاما أن كل إنسان في خسران،
لكن جاء الاستثناء ليخرج بعض الأفراد من هذا الحكم العام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيضا من الأمثلة قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم استثنى بعض الأفراد من هذا العموم فقال: إلا الذين تابوا، يعني الذين حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا، هؤلاء فريق منهم تاب إلى الله تعالى من قبل أن يقدر عليهم ولي الأمر ويقيم عليهم الحد، فقال هذا القسم التائب الذي لم يقدر عليه مستثنى، يعني خرج من هذا الحكم العام أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخره. النوع الثاني من أنواع المخصصات المتصلة الصفة أو النعت، وهو التابع المشتق، الصفة أو التابع المشتق الذي يقع نعتا للموصوف، مثل فتحرير رقبة مؤمنة، فمؤمنة وصف للإيه؟ وصف للرقبة، وصف للإيه؟ للرقبة. تقول: أكرم الرجال العلماء، أكرم الرجال العلماء، فالعلماء صفة للرجال. ومثاله من القرآن: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فين الوصف؟ اللاتي دخلتم بهن، وصف المين؟ وصف. قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقول اللاتي دخلتم بهن صفة للإيه؟ صفة للنساء، وهذه الصفة معتبرة، يعني وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ده عام، لكن لما قال اللاتي دخلتم بهن يبقى إذن الربيبة، ربيبة المرأة التي لم يدخل بها، ربيبة المرأة التي لم يدخل الرجل بأمها جائزة له، لأن الدخول بالأمهات يحرم الإيه؟ يحرم البنات. يبقى التي دخلتم بهن صفة خصصت الحكمة. من المخصصات المتصلة أيضا الشرط، والشرط هو تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو بإحدى أخواتها، والشرط مخصص للعموم سواء أكان متقدما أو متأخرا. فقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هنا الشرط متأخر، وهو أيضا قد خصص إن علمتم فيهم خيرا، أي علمتم أنهم يقدرون على الأداء والوفاء. مثال الشرط المتقدم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. المخصص الرابع الغاية، الغاية، وغاية الشيء طرفه ونهايته، والذي يدل على الغاية لفظان: إلى وحتى، ويشترط في حتى أن تكون جارة، فإن كانت حتى عاطفة لم تدل على الإيه؟ لم تدل على الغاية، مثل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. قال: فالنهي عن حلق الرؤوس غايته أن يبلغ الهدي محله، غايته أن يبلغ الهدي محله. المخصص الخامس: بدل البعض من الكل، ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع إليه سبيلا، بدل بعض من كل، بدل بعض من الناس، بدل بعض من الناس، فالناس كل عام، لكنه جاء البدل من استطاع إليه سبيلا ليخصص. هذه المخصصات المتصلة، وهي خمسة أنواع كما قلنا. أما المخصص المنفصل، وهو ما كان العام في موضع أو في آية أو في سورة، وكان المخصص في سورة أخرى، أو هو
ما استقل عن الكلام الذي دخله التخصيص بحيث لا يحتاج إليه في يحتاج إليه في النطق. يعني يكون المخصص هذا في موضع ويكون العام في موضع آخر. المخصصات المنفصلة ثلاثة أنواع: الحس والعقل والشرع. الحس والعقل والإيه والشرع. التخصيص بالحس كقوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها. فالحس دل على أن السماوات والأرض والجبال لم تدمر بدليل وجودها إلى الآن، بدليل وجودها إلى الآن. فكل شيء، لفظ كل الذي يدل على العموم، قد خصص بالحس. والمراد بالحس هنا خصوص المشاهدة، خصوص المشاهدة بالإيه؟ بالبصر. قال تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما تذر من شيء، هذا يدل على العموم، لكن الحس والمشاهدة أيضا خصص هذا العموم. التخصيص بالعقل، قال تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، فكل شيء عام، لكن العقل خصص من هذا العموم، خصص رب العزة سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى شيء. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل الله، لكنه سبحانه يستحيل أن يكون خالقا ومخلوقا في نفس الوقت. فالعقل قضى بالضرورة أن الله تعالى لا يدخل تحت هذا العموم، فهذا العموم خصص بالعقل. الله خالق كل شيء سواه. التخصيص بالشرع أو التخصيص بالدليل السمعي، والمراد به القرآن والسنة والإجماع والقياس. مثال التخصيص بالقرآن كما أخذنا المثال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خصص بقوله: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى دي المطلقة قبل الدخول لها عدة عليها. وخصص أيضا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. وخصص أيضا بقول: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا تخصيص للقرآن بالقرآن. تخصيص القرآن بالسنة، قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فالآية تدل على أن الوصية تجوز للوالدين والأقربين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصص عموم هذه الآية بقوله: لا وصية لوارث. مثال التخصيص بالإجماع، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. الإجماع خص الولد الرقيق، فالرقيق لا يرث لأن الرقة مانع من الإيه؟ من الميراث. مثال التخصيص بالقياس، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 جلدة، هذا للحر، هذا للحر. طيب لو كان العبد هو الزاني، أن يجلد على النصف من الحر، أين النص الذي دل على أن العبد يجلد على النصف من الحر؟ ليس هناك نص، لكن هناك نص في الأمى الأنثى، هناك نص في الأمى الأنثى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقيس العبد الذكر على الأمة الأنثى التي ورد فيها التي ورد فيها نص. وبذلك نكون قد انتهينا من العموم والخصوص، ونأتي إلى الموضوع الأخير في المقرر علينا هذا العام، وهو المطلق والمقيد. المطلق، اللفظ المطلق، هو لفظ خاص يدل على فرد شائع في جنسه. قد جرد هذا اللفظ من القيود اللفظية التي تقلل من شيوعه. يعني إيه؟ يعني المطلق هو لفظ دل على فرد، دل على فرد، هذا الفرد هو شائع في جنسه، هو شائع في جنسه، يعني يدل
على الحقيقة أو الماهية بلا إيه؟ بلا قيد، مثل مصري، رجل، طائر، فكل هذه ألفاظ مطلقة، بقرة، رقبة، كل هذه ألفاظ إيه؟ مطلقة. ويقابل المطلق اللفظ المقيد، وهو اللفظ الشائع في جنسه الذي اقترن بقيد لفظي زائد مستقل يقلل من شيوعه، يقلل من ايه؟ من شيوعه. فأنت تقول بقرة، بقرة لفظ مطلق، لفظ مطلق دل على فرد شائع في جنسه، يعني كل البقر. لكن عندما تقول بقرة صفراء فاقع لونها تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، أنت قد جئت بتلك الأوصاف، بتلك القيود، وهي قيود لفظية، فقيدت المطلق، قيدت اللفظ المطلق وهو لفظ البقرة، قيدته بقيود قللت من إيه؟ قللت من شيوعه، قللت من شيوعه. ومثل له مؤلف الكتاب بقوله مصري شجاع، فأنت أخرجت المصري غير الإيه؟ الشجاع. رجل رشيد، طائر أبيض. هنا متى يحمل المطلق على المقيد؟ أولا، ما معنى حمل المطلق على المقيد؟ المراد بحمل المطلق على المقيد هو تفسير اللفظ المطلق بكونه مرادا به المقيد، أن تفسر اللفظ المطلق وتقول هذا المطلق قد أريد به المقيد، فالمقيد تفسير وبيان لهذا المطلق. بعبارة أخرى، المراد بحمل المطلق على المقيد تقديم العمل بالمقيد باعتباره بيانا وتفسيرا للمطلق، يعني فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة، هذه الرقبة هنا مطلقة، لكن لما قال تحرير رقبة مؤمنة هل يجوز أن تحمل أن تفسر المطلق وهو الرقبة، أن تفسر بالرقبة المؤمنة كما ورد في الآية الأخرى؟ هذه مسألة تشتمل على أربعة صور، تشتمل على أربعة صور. الصورة الأولى اتحاد الحكم والسبب، أن يكون الحكم واحدا وأن يكون السبب أيضا واحدا. فالآية المطلقة تحمل على الآية المقيدة، وهذا باتفاق العلماء. مثال ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فالدم مطلق. في آية أخرى في سورة الأنعام قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، يبقى الدم هناك مطلق، لكن هنا في آية الأنعام دما مسفوحا، يعني إيه؟ مقيد بالدم المسفوح. فهذا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ الاتحاد الحكم، لاتحاد الحكم، واتحاد أيضا الإيه؟ واتحاد السبب. الصورة الثانية، الصورة الثانية قال أن يختلف الحكم والسبب، أن يختلف الحكم والإيه؟ والسبب. ففي هذه الحالة باتفاق لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالحكم هنا مختلف. الحكم في الآية الأولى وجوب قطع اليد، وفي الثانية وجوب غسل اليد إلى المرفق، والسبب مختلف. السبب في الآية الأولى اقتراف جريمة السرقة، والسبب في الآية الثانية هو الطهارة، الوضوء. يبقى فلا تعارض بينهما، فلا يحمل المطلق على المقيد. بس الصورة الأولى أن يتحد الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد، الصورة الثانية أن يختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد. الصورة الثالثة اختلاف الحكم واتحاد السبب، اختلاف الحكم واتحاد السبب. ألف في هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. لماذا؟ لأن الاختلاف في الحكم
قد يكون هو العلة في الإطلاق والتقييد، قد يكون هو العلة في الإطلاق والتقييد. مثال ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وفي الآية الأخرى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهنا الحكم مختلف، لأن الآية الأولى الحكم فيها هو وجوب الغسل بالماء، والثانية وجوب المسح بالصعيد الطيب، يبقى هذا الحكم مختلف، والسبب متحد. السبب متحد في الآية الأولى إرادة القيام للصلاة، يعني يحتاج إلى الطهارة، وفي الآية الثانية أيضا إرادة القيام إلى الصلاة مع عدم وجود الماء، اللي فلا يحمل المطلق على المقيد لعدم التعارض، فهنا في التيمم يمسح الوجه واليدين، وفي الوضوء يغسل الوجه واليدين، ولا يحمل المطلق على المقيد. وهذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة: اتحاد الحكم واختلاف السبب. يبقى الصورة الأولى اتحاد الحكم والسبب، الصورة الثانية اختلاف الحكم والسبب، الصورة الثالثة اختلاف الحكم واتحاد السبب. هنا اتحاد الحكم، صورة رابعة اتحاد الحكم واختلاف السبب. ألف في هذه الحالة، في هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وفي كفارة الضياب قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. ففي كفارة الضيار ورد اللفظ مطلقا رقبة، وفي كفارة القتل ورد اللفظ ورد اللفظ مقيدا بالإيمان. يبقى الحكم متحد وهو تحرير الرقبة، لكن السبب مختلف. ففي الآية الأولى سبب تحرير الرقبة القتل الخطأ، وفي الثانية سبب تحرير الرقبة هو الظهار من الظهار من الزوجة. قال: فهذا في هذه الصورة لا يحمل المطلق على لا يحمل المطلق على المقيد. يبقى لا يحمل المطلق على المقيد إلا في صورة إلا في صورة واحدة، وهي اتحاد الحكم والسبب. أما ما عداها فلا يحمل المطلق على المقيد. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح دلالات الألفاظ المجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد، ونكون أيضا قد انتهينا من شرح المقرر هذا العام. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والتأييد والقبول، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.